سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنات كنك السلام يا حلبان هذا شرفت لي لبدا أقل مروين يا مدنيال هجام يا شلبدا أقل مرت شرفك بعد صحافة أيضا ماذا أمنك إيو مرت شرفك يا دمان أمد الصوماليات الدون كدع الذي ذكرت وحنذك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ولا ليال ما أنت وعن شرفي إن سهر استاجو برلمان كصوماليات ولا بد أخلك كوبن وحشرفي ما أنت إن إذن شيغو دكتور مختار محمد سيد وكوما دكتور مختار محمد سيد ومواطن صوماليات أو دكتور كتخصصي عافمات كعام ك specialist نكواس تعرورتا يا عذر هذا tropical ككودعة وضل كان يا وضمة tropical ككودعة وعن also متخصص كواي public health لبعدين كي سنة ينودن بيسي عافمات ك أيام كودعة شري خيبيه سكال الدوان وحال كان إكاني إن ماها إن ما أنت صوماليا أصدون تو مال أما حولك سميسي أنا وحنا هنين دكتورة أو متخصصة أو إسكوفلا إلهي سبحانه وتعالى يقول إكرامي أنا جي عرور طيب إنا وحلال عنه أو نديت كي جان ماله وحن كات كيسا وعي دل كان دوري صدنا كيسا نيجي بربر كتشري ماشي ومرة يو أيان كات كيسا كري وعي سببتا أوجد لقصوا بالله عرتي لا يومنا هذا دل كان إنه قو كسر دعيه وذول أبتهين وأنا جو كان تلاقيا قول الله تعالى قصة نبي الله يوسف عليه السلام مركي وحجال كقصوا بحي وملك مصر هيستئ كويري إن أوتوني به أستخلصه لنفسي إنك اليوم لدينا متين أمين مركز النبي الله يوسف قعنت تاجوح اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وحال سبب تاسدرت إن أمانة قاد كره أن حقوق ذلك يدين تيددك يقول يهين أن أجهي أمانة عليس كذا إن أجهي أرنتاس آيات كان تي يكون كلفت ما أنت إن السوق قوي حلك أنا آمن سنة هي إن أوهاي أهل كفنا وهاي أن له أقون مادية يقون إسلامية أقون دينية أن ذلك إلهي وقعب صدوه عرض هذا يمال هذا يحول هذا إن إلهيه سيدا درت ولا ليال حلبان هذا شرفت لي لبدا أقل وحن ما أنت إذا ودي سنة يا عد كينا إذنك أو أمانة أذك قاضي عد كاس إلهي سبحانه وتعالى وإذن كل حساب تمايا أنا جا ماشى وحنو إمد قبيل لكم كتير سنة وحكى لنا كم الصعود ومدى مسلمين تصومال إذا أردن أيان كسر يا عد عد كاسنا ووح إلهي سبحانه وتعالى مسؤول إذن كده جاي ما أنت قاعدتي نكجرة بعد الله وحن أدى دعايا وذن كان مذنم أباهن يهي وحن يحيالها هذه إلهي سبحانه وتعالى هذه إن دورتان إلهي نقول إكرامه وحن كشقين هيا أبلانا ومدى الصومالية دينا مذيه وشرفت هذه السعولية إلهي سبحانه وتعالى مذن مدى الصومالية هو مقدس في الكتاب والسنة نبي إلهي سبحانه وتعالى وحوري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نبي عليه الصلاة والسلام حليه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة إلهي سدح ويدنا أمريا سدح ذينا أمريا وحويها إن آد إلهي كلي عابدان ولا تشركوا في شيئا إن آد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مذ إن إنه نقنو هل شعب ويسكت تيرسنو إلهي كعب صدو عود الدوذي يحولو هذا مالا إنه نقنو تكالي نبي عليه إلهي وحنا ليه نبي حديثك نبي نو شيغيا إن أي نقفك إلهي نو قدي بحلك أي نو النصيحة إنو النصيحة طبا وإن أن لغوها قبنين وإن أن دبرين وقبيل إيو حزبي إيو وحكا لا إنا كلا دقال لمن ولا ليال وحن بل وحن كلون أنا هدي إلهي سبحانه وتعالى حلك نقول ليه أن سمين هيا دولة وناك good governments governments or rules شريعات أي سرينا يسوع ونما حوينها يضدك أين سرينا نين يضدك حوج لا أين سرينا نين شريعات أو لوس ما يهي حكم كأو لوس ما يهي بدأ حوينها إلا يكدوك حاقة يين قمن كرتو تد مسلمين إنهن هاي هفنان
baan la imanaynaa waxa inaan kala saarno separation of power dhibaatada Soomaaliya haysata maanta waxaa ka mid a inayna madaxdii kala garanaynin job description kooda ayna garanaynin oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iska lalmadaan goolihii shacabka iyo goolihii dhexe aan warkooda la dhagaysanaynin afduub lagu samaynayo shicibka iyo dowladda taas ayaan ka soo horjeedaa laanta fulinta legislative executive wax loo yaqaano oo aan garsoorka inaan horumarinayno inaan dhibaatada ummaddeenna haysata waxaa ka mid a adeegii garsoorka inuu daaqadda ka baxay oo shelf iska yaha wax meel iska taagan oo lagu dhaqmaynin dhibaatada maanta dalkani uu ka dhaqaaqi leeyahay taasaa ka mid a nasiib darada ina haysata ayay ka mid tahay arrintaas oo dhan waxaan samaynaynaa constitution court koodka constitutionka inaan samayno sharciguna uu dalka xukumo ashkhaas inay dadka xukumaan ma aha amniga ummad aan cadaalad aan lahayn oon amni la-aanta waxaa keena walaalayaal cadaalad la-aanta diin xumida qabyaaladda iyo xoolaha muslimiinta la dhacayo shicibka la afduubayo ayaa amni la-aanta keenay amniga ummad aan amni lahayn saafanti maleh male xorriyadna maleh waxaan ka shaqaynayaa inaan amniga tayo u yeello oon ciidamada dhammaan intay ka kooban yihiin tababar saxa loo sameeyo cadaalad lagu qoro gobolladoo dhan laga soo qoro qabiil iyo aan loo fiirinin saaxiibtinimo cadaaladdaas ay ku dhaqato ninkii xaq u leh in la dallacsiiyo la dallacsiiyo inaan qabiil iyo qoys iyo saaxiibtinimo iyo rishwo la isku dallacsiinin baan keenaynaa waxaan kaloon ka shaqaynayaa qaybaha amniga inayna siyaasadda iyo siyaasiyiinta ku milmin iyo qabiilka ay dalka iyo diinta iyo dadka u adeegaan baan ka shaqaynayaa waxaan ka shaqaynayaa ciidamada dhan dhammaantood inaan daryeello oo kii soo dhaawacmay meeshii lagu dawayn lahaa aan samayno isbitaalladii kii shahaado qaatay caruurtiisu iyo aytaamtu ka tegay inay dowladdu kafaalo qaado in mushaarkooda loo kordhiyo askartan kabaha leh gaajaysanee derbida ku dhacaysa inaan joojino askarteenna askar wax baratay laga dhigo kulliyoodii tababara la furo ilaahay dartii looga cabsado taas markay timaado oo amnigeenna aan innagu gacanta ku dhigno oynan dad shisheeyaa oo madaxweyneheenni iyo ra-iisul wasaareheenni rar shisheeyaa ilaalinayaan inayn saabantigeennu dhaawacan yahay waad ogtihiin oynaan dad aynaan ahayn waddan xor ah oo kaamil ah waddan xora waynu nahay laakiin waddan siyaasadiisa iyo xorriyadiisa u horbannaan ma nihin arrintaa awgeed walaalayaal waxaasoo dhan cadliga iyo istiqraarka iyo walaalnimada iyo midnimada ayaa keenta arrin dhaqaalaha waxaan ballan qaadayaa haddaad doorataan doolarkan lagu dilayo soomaaliya inaan joojinayo shilinkii soomaaliya aan daabacayno saddexda bilood ee ugu horreysa xilkayga oo dadka masaakiinta ee lagu sicir bararka lagu riday doolarka lagu dilaynayo inaan joojiyo lacagtii soomaaliya inaan biringarayno inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhiso oo cadli iyo hufnaan lagu dhiso dhammaan warshadaheennii la bililiqaystay inaan soo celiyo warshaddii batroolka tii baastada tii dharka tii kalluunka inaan kaabayaasha dhaqaalaha kalluunka keliya aynagu filan xoolaheenna inaan tayayno natural resources keenna ilaahayna siiyey inaan la soo baxno dabiiciga gaaska iyo batroolka dowladaha kale kaysanayaan fil mustaqbal inaan human resources dhiso soomaaliya oo wax taqaano oo bala soo bixi karta khayraadkoodan dadna u daba fadhiin arrimaha bulshada inaanu dhisno dowlad dhexe iyo dowlad hoose oo ka shaqaysa ummadda siisa biyo nadiifa koronto isbitaallada ay gabdhaha soomaalidu ku umili lahayna gabadh dambe oo soomaaliyeed ilmaheed inayna isku gu'in oo isbitaallo adduunku ka habisto aan dhiso jaamacado aan dhisno isbitkuulle laga bilaabo nasariga ilaa jaamacadda aan samayno shareecada nebi maxamed waxaasoo dhan lagu dabaqo inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhalinyaro waddankeennu 57% waa dhalinyaro dhallinyarada aan shaqa abuur u samayno inaan soo celino dalxiiskii iyo dadkii foreign investment soomaaliya dekadaheen iyo airportkeenna inaan dhisno xuduuddeenna inaan dhaqaalaha iyo laga soo ururiyo in la sameeyo somali national id card oo zakar 7 number ah oo qof kastoo soomaaliya uu ku bixinayo zakadiisa inaan ummadda soomaaliyeed sharafteedii iyo cizadeedii soo celino bulshadu waa lafdhabarka ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay wuxuu yidhi bulshada wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum qabiil qabiil ka fiican ma jiro soomaaliya haddaan ilaahay gacanta ii geliyo waxaa ballana
إن لغو قيمين يقفك ما حاتقنا إرهب الباتهية وحاسات لغو قيمين دونين الرماة أمانة ذا بلشدة إن لهور مريو شق أبور الله سميو عافمات يبيه يكرن تدي الله وفيره دول كأنه وسخ ذاتي أن لقوا بذهن أنا قاتش سنو أمانة ذا الرماة أمانة ذا أنت أنا قال الرماة دي بدأ دل كأنه وحكم قن الرماة دي بدأ إن سافنت نش سومالي سافنت جوا مقدس دولة أجنبية أما عد أن كلا جرجرتوا إنه ما شرتوا مركي إنه نجوا أمن جينا كأنت كل جنوا دقالة إنه كأنت كل جنوا أو برلمان كأن شرع جينا فليان لو جلاده أو ملح وينا رئيس الوزراء هو نول بشق ذي سقاطه أو لجزل كنش أقاطان مركز إنه تد سكيلين كرش الشيء يا سوف رجلينا يا أمن جينا يستقرار كأن أي نسمين كرنا سومالي سافنت جوا ريد لاين أتكستاي كتاهاي أمنك داخلك يا أمنك خارجك إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأنزلنا الحديث في بأس شديد ومنافع للناس تكنولوجي ذلك الدفاع أو هبة هبة حسارك إنك سار إنك قاضو إن آيات القرآن كأمنك داخلك يا أمنك خارجك لقو دفاعه اقتصادك إن لقو دفاعه ودقاله إن لبوبة لقو دفاعه إن أمدا دلك كقاضنو وحاكلون إذن شيئا أمانة ذا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ولا لذي ذا اللي ما نذا الله وضعك له وحائذ سارا أمانة أن هذا كهر لأرق إلهي سبحانه وتعالى وحيد كل حسابنا يا يوم القيامة كتاب القرآن كانت كل آرتين إلهي بضل آرتين إن إلهي دين تيسا إيا النبي إيا ذاتك الصومالي دي دول النبي ذات آرتين ما إذا نقل آرتين نين مرشحة نين مرشحة ما إذا نقل آرتين ولا لياو وحانذ الله إلهي كعب صدا إلهي وحليا يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أمانة إنا وحكم ذا إنك أركا قف أن كفوا هين وطن كينا ذبتان بعد الله الصومالية وحي كجرتا ما أنت بعد الله إلا وضق له اللي ما نظر شرفت له إلا وضق له مروين كي مدن يوشا وعند الله إلهي كعب صلى ولا ليال إن أرنت لوضق هذا للي وددتنا يا إن إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري قفكم مسؤولك وانه يقانا حقوق ذا شعب كسارن يا حقوق ذا لغولي هي النبي عليه الصلاه والسلام وحو ما من راع يسترعيه الله الراعية يموت يوم يموت وهو يخين الراعية لن يدخل الجنه النبي عليه الصلاه والسلام وحو ما تشرون مسؤولا مسؤوليتهم انت دون تبع لكاته او ضد مسلمين حكومه يا ضد خيانه جنده ما اورن يا من جليو خيانه سو وحا كميد ان ما انت دورتان ان دلك اهل وهين انو دلك ذنبي دينته يا دلك يا ضميرك من ذنبي كما جلين سومالي مواطن او دلك سو دغالما يا يان هي وحان ربا ان ان كسو كوبو مشكلته عام كان هيسته وا امنيغا أمنيجا وحن كوه حلينا يا أنا قلنا منك دجالك وضع إن سياسي أفرنو سياسة لقولنا بتجليه أه قلنا بتجليه أفرنو نبتجليه داسي يو إن أفرنا هدي ديدان قصب يسون كدولة عيدا كصومالية انتي لا تبربره إن أنكم موقين إنه ودن إن ماذا يمن ماذا صومالية عد كستوك سهر جدا مركا ولا ليال صومالي وويل كده إما نيجي يدور كوكشرا يكن لقرحينا يلا وضو وصومالي مسلمينا ليجا إنا بتباديان ديار وهاي وضن كانوا سهروا وسعدوا وده ماذا الشيشية هي نجد حفايد السنة يا كل ما مثل شرية هوب كوجينا يكو دور كوكشرا كون كلنا كلا إن كلا قاضي إنا الباب هذا صاحرا بلن قاضي يا إلهي درتي ماذا حوينا وحلو بعيا هي أن إلهي مو ينعيد كلا كهيب السنة إن شرع يدستور كنا وقبلنا يو أنا هاي نديكتاتوريا أو برلمان وعن كلام بلنق هذا يا إنا لا شقينا إنه دولة جبلات كوضع كان هو فدراليزم فدرال كوبا هي حقوق جبل كاستلية إن لا سيو لا شقي نمان كجبل هذا حكومة إنا إنه مذهوينه شقدي سكوا كهذا رئيس وزاره شقدي سكوا كهذا لكلا سارو حق نمان كجبلات جذا حقوق ضاد يا حقوق الفدرالي جاء نشل سافنتين لكلا سارو وحن بلنق هذا يا إنا سخ برلمان كلا شقين دونه برلمان كان وح واجبة إلهي مسؤوليته ساري شرع دجنتا يسن شرع كور قادي دي سنة كشقيان إن إلهي كعب صدان وإن شاب وحير رانا أو شلما لبحين يدبخس دراهيم الدين إلهي يدلك يدين تي ذين كوكا إلهي كعب صدان ولا ليال مانتا وأدوني برهنا وقبري
ننك مرشح هذون إلهي أقونن ودلك أقونن ودين تكذن يا قبرك كور راعي مهايو وحن إذين شيئا يا صومالي إن عذاب الله لشديد إلهي أنك عبسن ودلك فقر إنما يا لي وعا إنها يستاء لباتو عذر أنك اللي أن إلهي كاللي دلك يدين تيدك أنك اللي غني بيننا هيدات كأنه قودين شرنا ذهب كسكده وقول جين شرنا ما أنت دورسنا إنه أضل كأنه دومين سو رج مرشحين الصومالية إذا بفديان الله عكس أضل تلا يضل كأنه سلوا دبيو وحن دين شجع يا ولا ليه نكسر كوبه يا هذا الكيا إلهي سبحانه وتعالى أمان أيوه اللي بعنا ذا صار ما أنت أمد الصومالية بريس إنا أش الله يتونن وإذا نقول هي ليتني منك ما أنا دورنن إن ما أنت دورتنن كفوا أهل كإلهي يوم القيامة كتاب القرآن كجعنت سارتين كتاب كأينو كدينو بنت كتاب كبايبل بين ما هو وحي الله وكلام الله صومالية إلهي ومرخاتك هو إلى يوم ومدى الصومالية ذا مسلم ومرخاتك هو إن حق إذن شيء أو نتاجنا هنا ذلك أي دين تأيدك بتباديه مسؤولية إذن كإن سارن تحل ما نذا شرفت له وعن إذن كعطنا يعطك إن إذا إنسان أو يقوق ما إنسان علم جيجا مادجا علم جيجا دينجا كرت ذي ذي أقونيا شلقا كوه الله لحد قارض القارض أنا تجين ما شفت ولا ليال إلهي أنه كعب سنة دينة إلهي أنه بدبادنة دينة أن ذلك أن دروغة يا خمر ذا إتوبي يا كسو قرية أن ذلك أن نشوشينه وحان كسو قوة قوين يا ولا ليال وقت قوائي قد أما ذي ما أنت إذنك مسؤولية إن سارنت هاي هكذا ننا دينة يا ذلك شلمير يا قبيل يا قفل أثلا ذا حلب كسين يا دينة ولا ليال أو كذا ننا إلهي وحيري فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا دين شيء أنت يو عنكوك بجبين يا دان وح خلاص شيء وأنيج النفطيد وكيمت وح سعى دان شيء ومن الله ومن رسوله وإن النبي هذا وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إله مرخاتك هو حلما نظر مسلمين تودلك يدين تدفاع إلهي أنك عبسنو غني بيننا فقر يا أنك بحنو قبي على دي يقولون كأن دينو ماذا وإن الله كعبسنو النبي محمد رميسنو دين تكون حكومة يندورنو وهذا وصلوا وسلم على رسول الله اللهم احفظ الصومال وشعبها وإله ودينها يا رب العالمين اللهم احفظ هذه الأمة المباركة المسلمة يا رب العالمين اللهم اعطي أمر رشدنا رجل يخاف الله ويحترم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته